صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنميه الاقتصاديه قرار رقم واحد لسنه 2022 باعاده تشكيل مجلس اداره شركه ممتلكات البحرين القابضه جاء فيه. يعاد تشكيل مجلس اداره شركه ممتلكات البحرين القابضه برئاسه وزير الماليه والاقتصاد الوطني وعضويه كل من وزير الصناعه والتجاره وزير المواصلات والاتصالات مستشار الشؤون السياسيه والاقتصاديه بديوان صاحب السمو الملكي ولي العهد الرئيس التنفيذي لمجلس التنميه الاقتصاديه الرئيس التنفيذي لشركه ممتلكات البحرين القابضه السيد سامر ماجد الجشي السيده الهام عبد الله حسن وتكون مده عضويتهم في مجلس الاداره اربع سنوات.